الفائز الحقيقي في الحياة ماشي الأكثر سرعة في القيادة ولكن الأكثر حذر. في البرنامج فيديليتي باي أكسا غادي تستافدوا من رصيد ولاء اللي كيتزاد عام بعد عام وكيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم يمكن لكم تستعملوه في حالات عديدة. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. اعتبر وزير الاقتصادي والمالية محمد بوسعيد اليوم بالرباط أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016 إجراء ضروري لإرساء المزيد من الإنصاف والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية. وأوضح بوسعيد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي لمناقشة موضوع قانون المالية أية أفاق للاقتصاد المغربي في 2016، أوضح أن الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر والذي يقدر بملياري درهم سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي بنسبة 50%. في موضوع آخر، بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني لضريبة السنوية على السيارات أزيد من 64 ألف عملية في ظرف 4 أيام بعد اعتماد طريقة جديدة للأداء من خلال البنوك أو لدى مقدمي الخدمات والتي تم الشروع فيها منذ 2016. وأوضح وزير الاقتصادي والمالية الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع قانون المالية أية أفاق للاقتصاد المغربي في 2016 أن هذه الطريقة تروم توفير خدمة للقرب وتسهيل أداء الضريبة على السيارات من خلال اختيار وكالة بنكية والمواقع الإلكترونية للبنوك والشبابيك البنكية ونقاط الأداء لشبكات خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الأداء. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مسؤولي شركة سميغ إلى الوفاء بالتزاماته من خلال رفع رأس مال الشركة بعشرة ملايير درهم. وذكر بوسعيد بأن الجمع العام الاستثنائي لشركة سميغ كان قد صدق على ضخ 10 ملايير درهم في رأس مال الشركة التي توجد حاليا في وضعية مالية جد صعبة. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الثلاثاء على وقع التباين بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، ولدان سجل على التوالي من قيمتهما ناقص 0.57% وناقص 0.57%. وأبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 8837.81 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7186.16 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.